السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض مربى الجزر. احنا دلوقتي في موسم الجزر، هنستغل بقى الموسم اللي احنا نعمل مربى حلوة ولذيذة واقتصادية في نفس الوقت. فاحنا هنجيب الجزر ننضفه زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى ان احنا نبشره في المبشرة في العين اللي قدامكم دي، وهنبتدي ان احنا نكيل بقى الجزر مع السكر. هنجيب اي حاجة نكيل بقى، طبقة او اي حاجة غويطة شوية، وهنكيل بقى مقدار من الجزر المبشور مع مقدارين من الجزر المبشور مع مقدار من السكر زي ما انتوا هتشوفوا قدامكم دلوقتي. هبتدي ان انا اعبي الجزر، ادي واحد وادي التاني. خلاص خدت اتنين مقدارين من الجزر، هبتدي ان انا احط مقدار من السكر. ادي مقدار السكر، هفضيه بقى على بعضه في الحلة على طول اللي هنشتغل فيها، اللي هطهي فيها المربى. هنبتدي بقى ان احنا نعمل كده مقدارين جزر مقدار سكر لغاية لما نخلص الكمية كلها. يبقى مقدارين من الجزر المبشور مقدار من السكر، يكون الحاجة اللي هتكيلي بيها زي بعض. خلاص احنا خلصنا، هي لازم يكون السكر على الوش، يعني اخر مقدار هيكون من السكر هيبقى على الوش. طبعا هقلب الكلام ده كله مع بعض وهسيبه بقى لتاني يوم. يعني انا عملته النهاردة، هسيبه بقى لبكرة. زي ما انتم شايفين قلبين سبته لتاني يوم. خلاص السكر عمل مية على الجزر اهيت، السكر كله خلاص داب وبقى عبارة عن مية. هبتدي ان انا اشيل حله كلها واحطها على النار، وهجيب بقى ليمون. هعصر الليمون يعني حوالي كوبايه او كوبايه الا ربع، زي ما انتم شايفين قدامكم انا عامله كوبايه الا ربع من الليمون. عندنا ملح الليمون برضو، نحط معلقه من ملح الليمون حلو عشان السكر ما يكرملش في المربى بعد كده. بعد ما المربى تغلي هبتدي ان انا اضيف الليمون وملح الليمون، وهقلب وهسيبها على النار كل شويه، هقعد اقلب فيها عشان ما تتحرقش مني، تكون على نار متوسطه كده، لا هاديه قوي ولا عاليه قوي عشان ما تتلسعش مني من تحت. هبتدي ان انا اعصر 3 4 برتقانات كبار كده، اخد العصير بتاعهم يكون عصير صافي من غير ميه، واحط عليهم. انا طبعا نسيت معلش اعمل معاكم الخطوه دي، انا عصرت البرتقال وحطيته، هيخلي طعم المربى جميل. وهنحط كمان كام حبايه من القرنفل، القرنفل حلو نكهه، هيدي نكهه حلوه للمربى. زي ما قلت لكم البرتقال عصير البرتقال برضو كويس، وهيعمل سوائل في المربى لان الجزر طبعا زي ما انتم عارفين ما فيهوش سوائل. خلاص لما تستوي المربى هبتدي ان انا انزلها واعبيها ببرطمانات بعد ما تبرد. كان عندي برطمانات فاضيه اهي، غسلتها ونضفتها، وهتطلع المربى زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها، طعمها جميل واقتصاديه وما بتاخدش لا مجهود ولا ومهاش مكلفه خالص. وزي ما انتم عارفين موسم الجزر موجود عندنا اليومين دول، وبالهنا والشفا. ولو عجبتكم الوصفه اشتركوا معايا في القناه، لايك منكم كده يا حلوين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.